عقد في بلدية زليطن اجتماع ضم عضو المجلس البلدي المكلف بملف التعليم مع مدراء المدارس، تم خلاله مناقشة المشاكل التي تواجه قطاع التعليم داخل البلدية. افتتحت في بلدية مصراتة معصرة السويحلي الحديثة بحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي وعدد من موظفي قطاع الزراعة بالبلدية. اختتمت ببلدية سوق الجمعة دورة للمعلمين والمعلمات حول أنشطة المهارات التربوية والاجتماعية بمدرسة خليفة الحجاج وحليمة السعدية. الدورة حضرها عدد من الأخصائيات الاجتماعيات وعدد من معلمات المدارس داخل البلدية. قام عضو المجلس البلدي سبها بزيارة تفقدية إلى مقر الخبرة القضائية من أجل الوقوف على سير العمل بالمقر من قبل الجهة المنفذة والوقوف على الصعوبات التي تعترض استكمال المقر. عقد ببلدية طرابلس المركز اجتماع تم فيه مناقشة الشأن الثقافي داخل البلدية وكيفية تفعيل نشاط مؤسسات المجتمع المدني وما تعانيه البلدية من مشاكل، كما تم التباحث حول سبل تخطي العوائق لدعم الشأن الثقافي داخل البلدية. يشار إلى أن الاجتماع ضم عميد بلدية طرابلس المركز مع عدد من أعضاء البلدية ومدير مكتب الثقافة بالبلدية ومدير مكتب الإعلام ورئيس الهيئة العامة للثقافة والإعلام.